احنا نعرف ان في واحد كان اسمه كليب، وكليب كان يضرب به المثل في الشجاعة ويحمي مواقع السحاب. يعني ايه يحمي مواقع السحاب؟ كان زمان محدش يملك الارض، ساعة السماء ما تمطر ويطلع نبات كل واحد يروح يرعى. الكليب ده من عزته وعظمته في قومه بقى ساعة السحابة ما تيجي هنا كده يقول اللي تمطر عليه هذه السحابة بتاعي ما حدش يقرب ناحيته، خلاص ما حدش يقرب ناحيته. شوف كلمة يحمي مواقع السحاب، يعني يجعله حما لنفسه، خلاص. وبعدين حصل انه اختلف مع زوج اخو زوجته، اخو ايه، على ناقة وضرب الضرع بتاعها ومش عارف ايه، فكليب ايه راح جساس، راح قتل كليب، جساس قتل كليبا، واخت جساس تحت كليب. تصور بقى الحدث المثير، اخوه قتل مين؟ قتل جوزه. شوف بقى ادي قصة مثيرة وعملت عند العرب ضجة، قامت حرب عليها ظلت كذا سنة. فيجي بقى ياخد الاقصوصة، تيجي بقى التاريخ مثلا يروي لنا صاحب الاغاني ولا يروي لنا الاقصوصة، لان فيها شيء من الايه، شيء من الاثارة. حدث، الناس منتظرين ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيتم، ايه اللي مش عارف ايه، جليلة موقفها ايه، جزها ايه اتقتل واخوها هو اللي قاتل، وهياخدوا الطار من ايه، من اخوها، مسألة صعبة. فيجي صاحب لما يتكلم بقى يقول لما قتل كليب، كليب قتل، اجتمع نساء الحي للمأتم زي عندنا كده، فقلنا لأخت كليب رحلي جليلة عن مأتمنا. جليلة اللي هي من؟ مرات كليب. فإن قيامها يعني في المأتم شماتة وعار علينا عند العرب. فالتفتت أخت كليب إلى جليلة وقالت لها يا هذه اخرجي عن مأتمنا. شوف أول بقى فأنت أخت قاتلنا وشقيقة واترنا. فخرجت جليلة تجر أعطافها من الخزي. فلما ذهبت بلغها أن أخت كليب قالت رحلة المعتدي وفراق الشامت. ساعة ما خرجت جليلة أخت كليب قالت إيه؟ رحلة المعتدي وفراق الإيه؟ فضحكت وقالت أو تفرح الحرة بهتك سترها وترقب وترها. كلام كلام له معنى، أو تفرح الحرة بهتك سترها وترقب وترها. كتك سترها في أن جوزها مات اللي هو سيد من سادات العرب، ومترقبة بقى إن أخوها رخل يتقتل في الطار. أو تفرح الحرة بهتك سترها وترقب وترها، هلا قالت نفرة الحياء وخوف الاعتداء. يعني دي الكلمة اللي كانت تناسب مين؟ تناسب الموقف. شوف كلام كله ايه، اهو ده كلام تخاطب، كلام عادي عشان تعرفوا كيف كانت لغة الناس على العرب على ألسنتهم في الكلام البديهي كده، كلام عادي. فلما ذهبت الى ابيها مرة رآها وفهم النساء في الميتم، مش معقول تسيب الميتم دلوقتي، فقال لها ما وراءك يا جليلة؟ قالت سكن العدد وحزن الأبد وفقد حليل وقتل أخ عن قليل، وبين زيني غرس الأحقاد وتفتت الأكباد. طب الكلام. فقال لها أو يكف ذلك كرم الصفح وإغلاء الديات؟ يعني يمكن لما يصفحهم ونغلي ديات كليب يسكتهم. قالت أمنية مخدوع ورب الكعبة، أبي البدن تدع لك تغلب دم ربها؟ بالإيه شوية إبل تدع تغلب دم ربها؟ ثم أنشأت تقول قصيدتها المعروفة لما بلغها ما قالته أخته، يا ابنة الأقوام إن شئت فلا تعجلي باللوم حتى تسألي،
فإذا أنت تبينت الذي يوجب اللوم فلومي وعزلي. فعل جساس أخوها على وجدي به قاصم ظهري ومدن أجلي، هدم البيت الذي استحدثته وانسنى في هدم بيت الأول. يا قتيلا قوض الدهر به سقف بيتي جميعا من علي، فأنا قاتلة مقتولة، ولعل الله أن يرتاح لي، يعني ربنا ياخدني وإيه وارتاح.